الوحدة الوطنية أساس بناء المجتمعات وقوتها وتلاحمها واستقرارها وتعزيز انتمائها. ومن الممكن الحديث في كل شيء والأخذ والعطاء فيه، إلا أن العبث وشرخ الوحدة الوطنية هو دمار المجتمعات ولا يمكن القبول فيه، ولا يمكن بناء دولة بالتزامن مع ضرب النسيج الوطني، خاصة إن كانت عبر مؤسسات الدولة. الوحدة الوطنية هي التي لا تفرق بين أبناء المجتمع الواحد. الوحدة الوطنية هي الضامن بعد الله لحماية الوطن واستقراره. الوحدة الوطنية هي التي لا تقسم المجتمع بين فئات وطبقات. إن العلاقة بين المجلس والحكومة ينظمها الدستور، وهي لا تتبع لأمزجة النائب أو الوزير. ففي 20/6/23 أقسمت أنا والأخوة النواب على حماية الدستور الكويتي. وفي المادة 7 من الدستور، العدل والحرية والمساواة، دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقة بين المواطنين. وكذلك في المادة 8 من الدستور، تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص بين المواطنين. كما أن المادة 29 من الدستور الكويتي، الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. وكذلك المادة 162 من الدستور، شرف القضاء ونزاهة القضاء وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات. ومن هذا المنطلق علينا كنواب للأمة أن تكون مسطرة الدستور، وأي تجاوز على مواده كائنا من كان هو خصم لنا وخصم للأمة. فما حصل في وزارة العدل بخصوص تعيين وكلاء النيابة أمر جلل لا يمكن السكوت عنه، فلم نحضر للبرلمان حتى نكون شهداء زور أو نضيع الحقوق ونساهم بتفتيت المجتمع. في تاريخ 25/9/23 تقدمت بعدة أسئلة لوزير العدل ولم تأتي الإجابة حتى الآن للأسف. وما حصل في تعيين وكلاء النيابة كان هدم للنظام الدستوري وضياع للحقوق وتمايز بشع بين المواطنين. ما حصل في تعيينات النيابة كان انعدام واضح لتكافؤ الفرص، وما حصل هو توريث للوظائف دون أي مراعاة للدستور أو القانون. هذا النهج خطير، بدأ في المناصب القيادية، سعينا في الغرف المغلقة لتصحيحه، ولكنه للأسف أصبح ظاهرة وبدأ يتوسع، وشاهدنا ذلك في تعيين وكلاء النيابة العامة، وكأنه سرطان ينخر ويدفع بقوة لتفتيت المجتمع. لذلك أناشد الأخوة النواب على السعي لإيقاف هذا النهج الخطير. أما أن يكون المواطنون سواسية أمام القانون أو لا خير في مقعد برلماني يجعلنا شهداء زور وصامتين عن الحق. لذلك أعلن استجواب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان بصفته من عدة محاور أهمها. المحور الأول ضرب الوحدة الوطنية عبر التمايز وانعدام تكافؤ الفرص والسعي لتوريث المناصب القضائية. المحور الثاني تجاهل الأسئلة البرلمانية وعدم الرد عليها. المحور الثالث الإهمال وانعدام المسؤولية في تأخر البنية التحتية في مدينة المطلع. المحور الرابع المخالفات القانونية والمالية والإدارية الجسيمة في قطاع الاستثمار في أراضي المؤسسة الإسكانية.